أنا عندي مشكلة، سامحني لو مش هعرف أرتب أفكاري، بس واثق إن أسك هتفهمني. أنا أول سنة خدمة، وكمان لسه متخرج من وقت قريب 2019، واشتغلت في شركة من 9 لـ5، وكمان حط عليهم ساعتين مواصلات، حوالي 10 ساعات للشغل، والنمط في النمط العادي لليوم. المشكلة إني باخد دلوقتي، أنا باخد دبلومة امتحانها مش بيتعمل غير مرتين في السنة، في شهر 6 وشهر 12، والدبلومة دي إني باخدها مع حد شاطر جدا، بس مشكلته إني بيديها في 500 ساعة، عدد كبير جدا. غير الحل ده، غير تقريبا أنا وكمان واخد كورس إنجليزي بياخده من 7 لـ8 ساعات في اليوم مذاكرة، عدد كبير جدا. المشكلة إني مقصر في خدمتي، بحاول أثبت قداس على قد ما أقدر، وبيطلب مني أنزل مع القداس إضافي، ومش عارف. وكمان تحضير الخدمة والرحلات، وزي أخد قرار زي ما أطلعش وزي ما أتكلمش. السؤال بقى بيقول إن حكيت لأمين الخدمة، أنا بفكر أسيب الخدمة أو أريح لمدة 6 شهور لحد الامتحان، محتاج إرشاد قدسك. حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. لو الدبلومة دي بالنسبة لك هتمثل انشغال قلبك وفكرك وإلى آخره، خلاص يبقى أنت هتسيب الخدمة. وإن كان ده مش رأيي ولا مش موافق، أنا في رأيي إن الإنسان يرتب أولوياته صح. الخدمة يا ولاد مش نشاط، الخدمة واحد بيحب ربنا قوي وقال له أنا بوعدك أخلي بالك من ولادك، أعلمهم صح، وامسح جزامهم، ووطي تحت ركابهم، وربيهم في بيتك في مخافتك، وده هدف عاوز أكرس له كل حياتي. هي دي الخدمة. مش واحد معدي يقول أنا عاوز أخدم، نقول له خش على فصل، ويطلع مشاكله النفسية بقى، وتبان بقى مشكلته، لا عارف يحب الخدام، ولا عارف يحب أبونا ولا الكنيسة. لا، أنا بقول ببساطة، فالإنسان لما بيكون بيحب المسيح وبيحب ولاد المسيح قوي، ممكن يرتب كل حاجة على حسب الخدمة. وبعدين أنت بتقول الكورس شهر 6 وشهر 12، طب يا حبيبي ما تخلص الإنجليزي دلوقتي وما تسيبش الخدمة، وتأجل الدبلومة دي. أنت بتقول أنا عاوز تخشها في شهر 6، طب تأجلها لـ12، وتبقى ملاش أوفرلود اللي أنت فيه ده، الحمل الزايد. بس أنا خايف من حاجة، أنت حر، أنا مش بثقل ضميرك، القرار اللي تاخده مع أب اعترافك تعمله كأنك ما سمعتش مني كلمة، بس أنا بطبيعتي بخاف من حاجة. اللي تعود يسيب الخدمة بتاعت ربنا علشان الامتحان أو الدبلومة، بكرة هيسيبها عشان خطيبته لازم تتفسح يوم الجمعة، ده يوم أجازاتها، وهيسيب الخدمة عشان يدور على العفش، وهيسيب الخدمة عشان يعمل الشقة، وهيسيب الخدمة عشان مراته تعبانة في الحمل، وهيسيب الخدمة عشان امتحانات ولاده. محجم الاتنين، يا ربنا يبقى نمرة واحد، يا إما عمره ما هيبقى نمرة واحد. علشان كده هقترح عليك حل يريح ضميرك. الحل الأولاني إنك تاخد الإنجليزي وتأجل الدبلومة 6 أشهر، فما تاخدش الاتنين مع بعض، ده حل. الحل الثاني تعمل الأساسيات في الخدمة، تتفق مع أمين الخدمة كالآتي: أنا مش هحضر الأنشطة ولا النشاط الصيفي ولا الرحلات، أنا هحضر فصل مدارس الأحد وأحضر بس. يبقى على الأقل ما سبتش فصلك. اللي بيسيب يا جماعة، أنتوا عارفين دايما يقولك الغلطة في الإيه؟ في التنازل الأول. مدام أنا لقيت عذر يخليني أتنازل التنازل الأول، هلاقي أعذار تخليني أتنازل التنازل الثاني والثالث والرابع، زي ما شرحت لك، قلت لك الخطيبة والبيت والعفش والشقة. في جت علينا أوقات قاتلة قوي، إن فعلا أنا ما خبيش عليك يعني عشان ما كنتش بقول سلايات، في مرة مثلا ما رحتش الخدمة، بس مرة في 30 سنة مرة، كانت عذر طارق قوي يعني. ممكن، ما هو ربنا برضو حنين وعارف، بس أنا خايف إنك لما تبعد عن الخدمة قلبك يبرد وتتعود البعد وما تعرفش ترجع تاني. وما أكثر الأعذار اللي هيقدمها عدو الخير. أرجوك يا حبيبي فكر في اللي أنا قلته لك، قرارك بينك وبين أب اعترافك، عشان أنا ما ثقلش ضميرك وتبقى تعبان.